نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. إنه يوم القمم أو الكلام على القمم، ففي الرياض قمة المعارضة السورية المعتدلة، وفيها أيضا قمة دول مجلس التعاون الخليجي، وسط الإعلان عن قمة جنيف للأزمة اليمنية بعد 6 أيام، والإعلان عن قمة دولية في نيويورك في 18 من الشهر الحالي، والكلام كذلك على محادثات لوزير الخارجية الأمريكي في موسكو الأسبوع المقبل. وفي المنطقة أيضا قمة التصعيد في المثلث الروسي العراقي الإيراني من خلال إضافة تركيا مقاتلين إلى قواتها العسكرية في شمال العراق، وكلامها على منطقة آمنة أو أمنية في شمال سوريا على رغم القصف الروسي بصواريخ كروز وعلى رغم المعارضة الأمريكية. وفي لبنان قمة الترشيح الرئاسي في الرابية بين العماد ميشيل عون والنائب سليمان فرنجية. لقاء قمة الترشيح هذا لم يفضي إلى نتيجة، فالرجلان مرشحان للانتخاب الرئاسي وأي منهما لم يتنازل للآخر، على رغم كلام الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي على أهمية تفاهم عون وفرنجية. ولأن التوافق مفقود في الترشيح للرئاسة، فإن عداد الشغور الرئاسي المستمر بدورانه منذ سنة ونصف السنة سيسجل فترة إضافية، والقضية كما قال الوزير وائل أبو فعور هي أنا أو الطوفان من بعدي. وفي المواقف قال الرئيس ميشيل سليمان أن نظرية الأقطاب أثبتت ضعفها أمام قاعدة أنا أو لا أحد. لقاء الرابي بين العماد عون والنائب فرنجي استغرق ساعة، والمعلومات الضئيلة تشير إلى أن فرنجي شرح الأجواء الداعمة لترشيحه للرئاسة، فيما قال عون أن هناك أجواء أخرى داعمة لانتخابه. في الغضون الرئيس بري يؤكد أن أفضل سيناريو في الشأن الرئاسي هو التفاهم بين العماد عون والنائب فرنجي، والسفير المصري يشير إلى حرص مصر على أن تؤدي المشاورات لحل يرضي جميع الأفرقاء. أسبوع يفصلنا عن جلسة انتخاب الرئيس التي حددت في 16 من الشهر الجاري، وذكرت المعلومات بأن هذه الجلسة لن تشهد انتخاب رئيس إلا إذا حصلت تغيرات ما في اللحظات الأخيرة. في ظل استمرار حركة المشاورات والاتصالات القائمة بعيدا عن الإعلام والحركة المكثفة للسفراء الأجانب باتجاه القيادات المسيحية لحضهم على السير في التسوية، في لقاء الأربعاء النيابي أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المطلوب من اللبنانيين أن يعملوا بجدية للاستفادة من الظروف التي تجعل لبنان اليوم أكثر البلدان القادرة أو المهيئة لمعالجة مشاكله وإنجاز الاستحقاقات التي يواجهها. النواب نقلوا عن الرئيس بري بأنه لم يأتي على موضوع الاستحقاق الرئاسي، واكتفى بالقول إن أفضل السيناريو في هذا الشأن هو تفاهم العماد ميشيل عون والنائب سليمان فرنجي. الرئيس بري شدد على أن استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم تعزيز التوافق يفيد الإرهاب الذي يتربص بنا جميعا، مؤكدا أن حل أزماتنا يتيح لنا توفير المزيد من القوة لمواجهة هذا العدو. من جهة ثانية، الرئيس بري التقى السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد، الذي أكد بعد اللقاء موقف بلاده بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، متطرقا إلى المبادرة التي طرحت مؤخرا واصفا إياها بالمهمة. نحن حريصين في مصر على أن تسفر هذه الاتصالات والمشاورات إلى حل يرضي جميع الأطراف اللبنانية. مصر بحكم علاقتها الوثيقة بكل الطوائف اللبنانية وبكل القوى السياسية اللبنانية، وطبعا من بينها الطائفة المسيحية بأنواعها المختلفة أو بتركيبتها المختلفة، حريصة على أن يكون هناك توافق مهم يصلون إليه بما ينهي هذه الأزمة التي يجب الحقيقة أن ننظر إليها من عدة زوايا. من زاوية التعطيل الحكومي والمعاناة التي يعانيها الشعب اللبناني الآن وضرورة إنهائها، والأمر الآخر الظروف الإقليمية الصعبة والدقيقة المحيطة بلبنان. وفي عين التين، الرئيس بري التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كايج، وتم عرض التطورات في البلاد. في السراي الحكومي بحث في قضية المنار وعربسات، والوزير جريج يؤكد منع أي قمر اصطناعي من الالتفاف على قانون الإعلام اللبناني.
تأكيد على منع الالتفاف على قانون الإعلام اللبناني حصيلة اجتماع رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا مع وزيري الإعلام رمزي جريج والاتصالات بطرس حرب ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ وعدد من ممثلي المحطات اللبنانية في إطار إيقاف عرب سات لقناة المنار. وزير الإعلام رمزي جريج نقل عن سلام تفهما لقلق المحطات التلفزيونية مشددا على أن المسألة مع عرب سات سيادية وغير سياسية. المحطات التلفزيونية في لبنان تخضع لقانون المرئي والمسموع الذي يحدد موجباتها وحقوقها، ولا يجوز الالتفاف على هذا القانون لمساءلة المحطات التلفزيونية عن أخطاء منسوبة إليها من قبل محطات إرسال تقوم بخدمات تقنية وليس بمراقبة مضمون ومحتوى التعليقات والأخبار التي تبث من هذه المحطات. والمهم في الموضوع أنه يتجاوز أي بعد سياسي، فالموضوع غير سياسي وإنما يتعلق بالسيادة اللبنانية. مدير عام قناة المنار إبراهيم فرحات أكد أن الاجتماع مع رئيس سلام جيد جدا وأهميته أنه يؤسس لحماية كل القنوات اللبنانية وليس فقط المنار. النقطة الأساسية اللي حكينا فيها اليوم هي إمكانية أو كيفية تحصين الإعلام اللبناني من إجراءات أحادية الجانب ممن كان بأن يتخذ قرارات بالمنع والحجب بناء على محتوى ومضمون دون مراجعة السلطات اللبنانية المختصة. رئيس الحكومة تمام سلام رأس أول اجتماع للمجلس الوطني للسلامة المرورية، واطلع المجتمعون على خطة العمل القصيرة الأمد للسلامة المرورية، وشددوا على أهمية العمل على استكمال الخطوات التنفيذية اللازمة للتطبيق الكامل لقانون السير الجديد، واستعرضوا مشروع حملة التوعية التي سيتم إطلاقها لمناسبة الأعياد للتنبيه من مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول. من الزوار القائم بعمل السفارة التونسية في بيروت كريم بودالي. الرئيس ميشيل سليمان أكد أن نظرية التصنيف الرباعي أثبتت ضعفها، فيما الوزير وائل أبو فعور أكد من اليرزي أن منطقة أنا ومن بعد الطوفان هو الحاكم للحياة السياسية وأن التسوية قد تكون الأخيرة. سأل الرئيس العماد ميشيل سليمان إن كان هدف اللبنانيين تسجيل سابقة آخر رئيس أو أكبر معطل أو أطول فراغ بدلا من الحفاظ على هذه الجمهورية وعدم تفويت أي جهد يعيد المؤسسات الدستورية إلى طبيعتها بدلا من هذا التطبيع الكيدي مع الفراغ، مذكرا جميع القوى أن المجلس النيابي هو المكان الوحيد لاختيار رئيس الجمهورية ويمكن لأي تسوية أن تنجز تحت قبة البرلمان. وثمن سليمان في خلال لقائه وزير الصحة وائل بوفعور والنائب خالد زهرمان والوزير السابق ناظم الخوري ووفدا من جامعة شرق البحر المتوسط الجهود التي تبذل لحلحلة العقدة الرئاسية، معتبرا في هذا المجال أن الرئيس القوي هو الرئيس العابر للطوائف والاصطفافات وهو الذي يجمع أكبر عدد من النواب لانتخابه، خصوصا بعد أن أثبتت نظرية التصنيف الرباعي ضعفها أمام قاعدة أنا أو لا أحد. الوزير أبو فعور لفت من جهته إلى أنهم والرئيس الحريري في موقع واحد وفي موقف واحد، ودوافع الرئيس سعد الحريري كما هي دوافع النائب وليد جملاط دوافع وطنية وليست شخصية، مؤكدا أنه لا يزال منطق أنا ومن بعد الطوفان هو المنطق الحاكم للحياة السياسية وبالتالي هو الحاكم في الانتخابات الرئاسية. لازلنا نتمسك بهذه الفرصة السانحة لانتخاب نائب سليمان الفرنجي رئيسا للجمهورية. للأسف يتم التعامل مع النائب سليمان الفرنجي بمنطق غير عادل. جزء من قوى 14 أذار تتصرف معه على قاعدة أنه من 8 أذار، وجزء من 8 أذار يتصرف معه على قاعدة أنه مرشح 14 أذار. طب إذا كان يعني هذا التعامل لا يمكن أن يتم القبول بأي رئيس لجمهورية. الرجل من 8 أذار وثابت في خياراته السياسية، ولكن في نفس الوقت يقول أنا كرئيس جمهورية سأكون في موقع الحاضن لكل اللبنانيين. الكلام الآخر عن الضمانات، حق كل القوى السياسية ونحن منها أن نطلب ضمانات، ولكن الضمانات لا تطلب فقط من رئيس الجمهورية، الضمانات تؤخذ في الحكومة حيث مركزية القرار وحيث السلطة المركزية للدولة اللبنانية في مجلس وزراء.
نأمل أن تكون الاتصالات التي تجري في اليومين ستجري في اليومين المقبلين تحفز هذه التسوية وتعطيها دفعا إضافيا لا أن يتم التراجع فيها إلى الوراء، لأنه لا سمح الله دون تهويل إذا ما حصل إخفاق اليوم في هذه المحاولة فأعتقد أن الفراغ الرئاسي سوف يطول. رئيس سليمان تمنى في خلال استقباله السفير الإماراتي في لبنان حمد سعيد الشامسي والسفير القطري في لبنان علي بن حمد المري على جامعة الدول العربية التدخل لعودة عربسات عن قرار منع شاشة تلفزيون المنار من إيصال صوتها صونا للحريات، شاكرا دولة قطر على جهودها التي أفضت إلى تحرير العسكريين ومطالبا ببذل جهود إضافية لتحرير رفاقهم. في كليمونسو التقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط السفيرين السعودي علي عواض العسيري والإماراتي حمد الشامسي. التطورات السياسية على الساحة المحلية تناولها في بكركي الباتيارك السفير الباتيارك الراعي مع السفير جونز الذي أعرب عن اعتقاده أن موعد إجراء الانتخابات هو الآن، وفي بكركي أيضا السفير المصري. الانتخابات الرئاسية في لبنان وتأثيرها على سير عمل المؤسسات الدستورية لما فيه الخير العام للشعب اللبناني، محو لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية السفير ريتشارد جونز، الذي لفت إلى أن اللقاء ركز على المرحلة السياسية الحالية التي تحتاج إلى انتخاب رئيس للجمهورية، قائلا: لقد توافقنا تماما على أنه حان وقت إجراء الانتخابات الرئاسية وأن على الأحزاب المعنية أن تعمل معا وتختار رئيسا للبلاد، ولا يجوز وضع العراقيل على طريق هذه العملية، وكان هناك توافق على أن الوضع الحالي يسوده ارتباك ويجب على الفرقاء إتمام الحوار فيما بينهم للوصول إلى الانتخابات الرئاسية. وأضاف جونز: نعتقد أن موعد إجراء الانتخابات هو الآن، لأن استمرار تعطيل عمل المؤسسات والفراغ لا يناسب أحدا، وخصوصا في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة اضطرابات وتحديات كبيرة. ورأى جونز أن الوضع الأمني جيد في لبنان، ولكن مع الاستقرار السياسي سيكون أفضل بكثير. من جهة ثانية، البطريرك الراعي التقى السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد، الذي أشار إلى أن الموقف المصري يتمثل بضرورة إنهاء الفراغ في لبنان وتجنيب هذا البلد الاستقطاب الإقليمي. في معرب، رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع تناول التطورات مع السفير البريطاني هيوغو تشورتر، كما أبرق معزيا بالسفير الفرنسي السابق دوني بيتون. في عرسال، قصف الجيش اللبناني بالمدفعية الثقيلة مرات عدة تحركات مشبوهة للإرهابيين في وادي حميد، وتمكنت مدفعية الجيش من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف مسلحي جبهة النصرة، ما أدى إلى مقتل القيادي في الجبهة المدعو أبو فراس الجبي مع 3 من مرافقيه في استهداف لألياتهم في وادي الخيل في الجرد، كما قتل 5 مسلحين على الأقل كانوا يحاولون سحب جثث قتلاهم. المديرية العامة للأمن العام أعلنت أنه في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة السوري ألف ألف لانتمائه إلى تنظيم إرهابي واتجاره بالأسلحة. وفي بيان لها لفتت إلى أنه وبالتحقيق معه اعترف بارتباطه بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، كما اعترف بنشاطه بمجال تجارة الأسلحة وتأمين نقلها إلى جرود عرسال لصالح المجموعات الإرهابية، وذلك بالاشتراك مع السوريين جيم صاد هاء دال إضافة إلى اللبناني هاء عين، وكذلك اعترف بإدخاله سيارات مسروقة من سوريا إلى لبنان. بعد انتهاء التحقيق معه أحيل الموقوف إلى القضاء المختص. قمة الرياض بعد الإعلان. أهلا بكم. في الرياض، مؤتمر للمعارضة السورية المعتدلة يضم مئات شخصية والأبحاث تركز على مبادئ لحل الأزمة وتنحي الرئيس بشار الأسد. تأسيس نظام جديد في سوريا دون وجود الرئيس بشار الأسد هو العنوان العريض الذي التقت حوله كافة الفصائل المعارضة السورية المشاركة في اجتماع الرياض الذي انطلق الثلاثاء ويستمر حتى الخميس، حيث من المتوقع أن يصدر بيان ختامي.
ويتمحور الاجتماع حول تسوية سياسية للنزاع ومكافحة الإرهاب ووقف محتمل لإطلاق النار وإعادة الإعمار. تحدي كبير أمام المعارضة يتمثل في توحيد مواقفها قبل الجلوس إلى مفاوضات بينها وبين الحكومة السورية في فيينا الأول من الشهر المقبل بموجب الاتفاق التي توصلت إليه القوى الإقليمية والعالمية قبل حوالي شهر. ممثلو الفصائل المشاركة شددوا على أن حل الأزمة السورية سياسي بالدرجة الأولى وأن العملية الانتقالية مسؤولية السوريين فقط، إلا أنهم اختلفوا بشأن الأشخاص الذين سيمثلون لجنة التفاوض مع الحكومة المكونة من 40 شخصا. ويشهد الاجتماع مشاركة واسعة للمعارضة السورية بمختلف مكوناتها داخل وخارج سوريا، ومن بين المشاركين فصائل إسلامية هي جيش الإسلام وأحرار الشام، فضلا عن أكثر من 10 جماعات معارضة تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر، في حين يستبعد المؤتمر شخصيات كردية. وفي الرياض أيضا، القمة 36 لقادة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أكد في افتتاح القمة 36 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أن المنطقة تمر بتحديات وأطماع، مشيرا إلى أن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مؤكدا أيضا الحرص على الحل السلمي في اليمن. كذلك شدد الملك سلمان بن عبد العزيز على أن الحل السياسي في سوريا يأتي وفق جنيف، مشيرا إلى أن الإرهاب لا دين له وأن الإسلام يرفضه، وأكد وجوب أن تتعاون دول العالم بمواجهة التطرف والإرهاب، موضحا أن الأخطار المحيطة بدول الخليج تتزايد. القمة في الرياض تناولت التحديات المرتبطة بتراجع أسعار النفط. في سوريا، المئات يغادرون حي الوعر في حمص تنفيذا لاتفاق سلام بين المعارضة والحكومة، واستهداف لمواقع داعش بصواريخ روسية أطلقت من غواصات في البحر الأبيض المتوسط. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا وأوكرانيا. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو استهداف مواقع داعش بصواريخ كاليبريم أطلقت من غواصات في البحر الأبيض المتوسط للمرة الأولى، فيما نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية عزم بلاده بناء الوزارة قاعدة جوية جديدة في سوريا. وأشار إيغور كوناشينكوف إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة السورية لديه أدلة على أن طائرات من التحالف الغربي نفذت ضربات جوية على مواقع الجيش السوري في دير الزور في 6 من كانون الأول. سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين شكك في خطط الولايات المتحدة لعقد اجتماع ثالث للقوى العالمية بشأن سوريا الأسبوع القادم. وفي أعقاب اجتماعين في فيينا، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الهدف الرئيسي هو عقد جولة ثالثة من المحادثات في نيويورك، على الرغم من أن هذا قد يتوقف على نتيجة الجهود المبذولة لتوحيد جماعات المعارضة السورية. ولفت تشوركين إلى أن روسيا تعتقد أن وسيط الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا يجب أن يكون له الدور القيادي في تجميع المعارضة السورية، وأضاف أن روسيا تعمل مع الولايات المتحدة على صوغ قرار كبير بشأن مكافحة الإرهاب. ميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات غادروا حي الوعر الذي تسيطر عليه قوات المعارضة في مدينة حمص السورية، وقد حضر لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة وزير المصالحة الوطنية علي حيدر. المعلومات أشارت إلى أن أول حافلة غادرت المنطقة التي كانت محاصرة في غرب المدينة، ومن المتوقع أن يغادر نحو 750 شخصا المنطقة، وهذا الرقم يشمل عشرات من المقاتلين والمدنيين، لكن الأولوية ستعطى للنساء والأطفال والمصابين إصابات خطيرة. وتشرف الأمم المتحدة على تطبيق الاتفاق الذي وافقت عليه بشكل مباشر الأطراف السورية. صوت البرلمان العراقي ضد دخول قوات عسكرية تركية إلى شمال العراق من دون إذن عراقي، ووزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر من جهته أعلن أن واشنطن تحضر لمساعدة القوات العراقية في معركة استعادة الرمادي من داعش عبر مشاركة مستشارين أمريكيين وطائرات هليكوبتر هجومية.
التحالف الدولي أعلن أن العمل في العراق يتم بعلم الحكومة العراقية، وهناك حوار بشأن القوات التركية، ونفى التحالف نشر 10,000 جندي أو قوات عربية في العراق. وأعلن سفير العراق لدى الأمم المتحدة أن المحادثات الثنائية بين بغداد وأنقرة لإنهاء نزاع بشأن نشر جنود أتراك في شمال العراق تسير بشكل إيجابي، مهونا فيما يبدو من شأن الخلاف بين البلدين. وشدد السفير العراقي محمد علي الحكيم على أن مسألة نشر الجنود الأتراك الذي أثير في اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتم حله بشكل ثنائي بين بغداد وأنقرة، مؤكدا أن العراق لم يرفعه حتى الآن إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة. لكن الحكيم كرر القول أن العراق يريد أن ينسحب الجنود الأتراك من أراضيه على الفور، معتبرا أن وجودهم غير قانوني وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة. وقالت تركيا أن نشر الجنود تم الاتفاق عليه مسبقا مع العراق. الموقف نفسه رددته السفيرة الأمريكية سامانثا باور. وتقول أنقرة أن جنودها يدربون جنود عراقيين على قتال متشددي داعش الذين استولوا على مناطق في العراق وسوريا. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن النقاش حول التحرك العسكري التركي في سوريا والعراق مفيد، رغم أنه أشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل لأن مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة لم يصدر بيانا يعيد تأكيد مبادئ وحدة أراضي الدول والسيادة الوطنية لكل دولة. وأضاف: فكرتنا كانت لفت انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى الوضع، نعتقد أن تركيا تصرفت بتهور وبشكل لا يمكن تبريره بنشرها المزيد من الجنود في أراضي العراق. وأشار إلى أن الأتراك يحذون حذو الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش الذي وجه ضربات جوية إلى الجماعة المتشددة في أراضي سوريا بدون موافقة حكومة دمشق. رئيس الوزراء التركي داود أوغلو اتهم روسيا بالتطهير العرقي بحق التركمان في منطقة اللاذقية لتأمين ملاذ لها ولقواعدها. في مجال آخر، ألغت قنصلية الولايات المتحدة في اسطنبول الخدمات القنصلية اليوم بسبب معلومات عن تهديد أمني محتمل للبعثة من دون ذكر تفاصيل أخرى. القنصلية وفي بيان على موقعها على الإنترنت حضت المواطنين الأمريكيين بقوة على التحلي بأعلى درجات اليقظة وإلمام بالحوادث المحلية واتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز أمنهم الشخصي. زيارة ناجحة لوزير المال علي حسن خليل لطهران، تقرير يلقي الضوء على تفاصيل الزيارة. اختتم وزير المالية علي حسن خليل زيارة رسمية إلى إيران رافقه فيها وفد اقتصادي ومالي كبير بدعوة من وزير المالية والاقتصاد الإيراني طيب نية. وقد عقد خليل سلسلة اجتماعات بدأت بلقاء واسع والوفد المرافق في غرفة التجارة والصناعة مع رئيس وأركان الغرفة، جرى فيه البحث في آفاق التعاون والعقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين لبنان وإيران واستعدادات التعاون بين الهيئات الاقتصادية في المجالات كافة. كما التقى الوفد الاقتصادي بعدها رئيس منظمة تشجيع الاستثمارات في إيران، والذي عرض للمشاريع والتسهيلات التي تقدم لغرض الاستثمار في إيران، مع تأكيد على إعطاء الأفضلية لرجال الأعمال اللبنانيين نظرا إلى العلاقات المتقدمة بين البلدين وإلى تجربة وخبرة اللبنانيين في هذا المجال. كما التقى الوزير خليل مع وفده في وزارة المالية محافظ البنك المركزي الإيراني، وجرى بحث في العلاقات والخطوات التي ترافق رفع العقوبات عن إيران بعد الاتفاق النووي مع الدول الغربية وأفاق التعاون في إطار المنظومة الدولية بين القطاعين المصرفيين. وكان للوفد الاقتصادي جلسات عمل مع هيئة شؤون الخصخصة ورجال الأعمال الإيرانيين، وزيارات لمراكز تجارية وصناعية، ولقاءات ثنائية على مدى يومي الزيارة. أوضح وزير الاتصالات بطرس حرب أن المناقصة التي قرر مجلس الوزراء إجراءها لم تلغى ولم تنسف، وإنما تأجلت إلى موعد آخر بحسب الأصول والقواعد المرعية الإجراء. وأكد الانكباب على معالجة الوضع الناتج عن عدم نجاح المناقصة مع دولة رئيس مجلس الوزراء لاقتراح التدابير الواجب اتخاذها، مبديا الأسف لأن تعمد شركة مؤتمنة على تسيير مرفق عام خطير ووثيق كشبكة
فقط الهاتف الخلوي إلى التباهي بنسف المناقصة عمدا. وطمأن الوزير حارب اللبنانيين إلى أن وزارة الاتصالات ستستمر في تقديم كل الخدمات على الشبكتين الخلويتين كما كانت الحال منذ أيلول العام 2002. وزير العمل أسف لأنه ينظر إلى لبنان كأنه أصبح مكانا لانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا المحاسبة ومتابعة الوزارة لملف العاملات الأجنبيات في لبنان. وزير العمل سجعان أزي كشف في مؤتمر صحفي عما يسمى بالسوق الأسود للعمالة الأجنبية ما بين بعض المافيات التي تنشأ بين البلد المرسل لرعاياه ولبنان، مؤكدا أن عدم الاستجابة لطلب لبنان الالتزام بمذكرات تفاهم تحصن العاملات الأجنبيات يدفع بهذا السوق للازدهار. عندنا معلومات أنه في بعض موظفين ببعض السفرات هن عم بيقوموا بالإتجار بالبشر وبالسوق السوداء وعم بيبرموا على الفنادق، على مؤسسات سبا، على مؤسسات التدليك، على السوبر ماركت الكبير، على الورش، على البيوت، وعم بيعرضوا عليهم هن يجيبوا بالسوق السوداء البنات من دولهم بلقاء كوميسيون ما بين 4000 و5000 دولار. والسوق السوداء منشأ مش لبنان ولا المكاتب استقدام الخدم بلبنان، إنما ببلد المنشأ. لهالسبب أنا قررت أولا شيء أبلغت السفراء بهالمعلومات اللي عنا إياها، اثنين قررت ابعت رسائل الأسبوع المقبل إلى الحكومات المعنية وليس إلى الوزراء العمل في تلك الدول، إنما إلى رؤساء الحكومات عبر وزارة الخارجية اللبنانية حتى لا يعرفوا شو عم بيصير. الوزير أزي شدد على فرض رقابة زائدة لمعرفة المكاتب غير المرخصة والتي لا تلتزم بالقانون. في دير دلوم في عكار افتتح مركز تجفيف الخضار والفاكهة في مركز الصفد الزراعي برعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دفريج والنائب محمد الصفدي وحشد مينا الشخصيات. وقد كان تأكيد أن تنمية الاقتصاد الريفي ليست حلما مستحيلا بل يجب تضافر الجهود ومبادرات حيوية. إن برنامج أفكار ثلاثة الذي باشر مرحلته الثانية لن يتوقف عن دعم المرأة في كل المجالات ولا سيما في القطاع التنموي الذي يحظى بمكانته في الشروط التوجيهية لاستدراج الاقتراحات. إن فريق عمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ينكب في هذه المرحلة على تقييم مجموعة جديدة من مبادرات المجتمع المدني في القطاع الاقتصادي والاجتماعي، بظن 72 مشروع 73 مشروع. كلنا أمل أن تحمل المشاريع المقدمة أفكاراً مفيدة ومثمرة. كل التوفيق للجميع ومبروك لمؤسسة الصفدي إنجاز مشروعها. وإذا كانت الحكومة أو بعض القوى السياسية تصر ولأسباب معروفة على عدم تحويل مطار رنيم عوض إلى مطار تجاري سياحي، فإن الحل البديل هو على الأقل هو بناء سكة حديد تربط عكار ببيروت لتأمين تصريف الإنتاج عبر مطار العاصمة. أعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاغ تأجيل زيارتها مخيم نهر البارد التي كانت مقررة اليوم، وذلك بسبب تظاهرات واعتصامات على طرق المنطقة المحيطة بالمخيم، حيث احتج المتظاهرون على سياسة وكالات إعانة اللاجئين خصوصا سكان نهر البارد. قائد الجيش العماد جون قهوجي أبدى ارتياحه لإطلاق العسكريين الذين كانوا مختطفين لدى جبهة النصرة، وأكد أن لا ممر أمنا أو إنسانيا للمسلحين. أخبار محلية متفرقة في التقرير الآتي. الأوضاع العامة عرضها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع سفيرة مملكة النرويج في لبنان لين ليند. جالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في غرفة التجارة والصناعة، وكان عرض للجوانب الاقتصادية والتجارية بين لبنان والدول الأوروبية، وكانت ندوة حول المصارف. قدمت الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل مشروعا بيئيا لأثارات الصور، حيث دشن قائد القطاع الغربي لليونيفيل المشروع بتمويل من الكتيبة.
أطلقت نقابة المحامين في طرابلس موقع النقابة الإلكتروني خلال احتفال أقيم في مبنى النقابة بحضور نقيب المحامين في الشمال فهد المقدم وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وتمت الإشارة إلى التوصل إلى بروتوكول واتفاق يتعلق بدعم موضوع المعونة القضائية من خلال النقابة الذي خصص الاتحاد الأوروبي له مبلغ 30,000 يورو، ويرمي هذا المشروع إلى ضمان الحصول على خدمات المساعدة القانونية للمهمشين. الصفحة الاقتصادية. للمرة الأولى ينعقد في لبنان مؤتمر اقتصادي اغترابي تحت عنوان لبنان جسر التواصل. اليوم استاذ رؤوف أبو زكي، حضرتك رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال، على ماذا تعولون حول هذا المؤتمر، وهل الاستثمارات ستكون بقدر المشاركة؟ أولا هذا مؤتمر الاقتصاد الاغترابي مثل ما قلتي أنه لبنان جسر التواصل، هذا رح ينعقد ب 15 و16 كانون الأول الحالي، يعني يوم الثلاثة والأربعة المقبل بفندق فينيسيا. نعم. وسيكون هذا المؤتمر برعاية دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وبمشاركة معالي وزير الخارجية الأستاذ جبران باسيل ورؤساء الهيئات الاقتصادية المختلفة. وسيشارك كم رجل أعمال سيشارك بالمؤتمر؟ حوالي 500 من رجال الأعمال بين مغترب وبين مقيم. نعم. وستكون هناك مشاركة من رجال الأعمال المغتربين من مختلف القارات، لا سيما من أفريقيا ومن بلدان الخليج وبعض الدول الغربية. المغترب اللبناني هو فعليا الوحيد اللي بعده عم يستثمر في لبنان. نعم. وإن كان تراجع حجم الاستثمار. ونحن بنعرف إنه تحويلات اللي بتجي من برا، يعني اللي بتجي من المغتربين اللبنانيين بالخارج، هي حوالي 8 مليار دولار ونص. حوالي 50% بيجي من بلدان الخليج. نعم. وبعد منها من بلدان أفريقيا والقليل من بلدان أوروبا وأمريكا. نعم. وهيدي يعني يعتبر لبنان من أكثر البلدان اللي بتجي تحويلات من الخارج، يعني نسبة إذا بتلاقي حجم التحويلات نسبة لعدد السكان يعتبر لبنان الأول. اليوم يعني ما هو دور المصارف في تعزيز الاستثمارات للمغتربين في لبنان؟ تلعب المصارف اللبنانية دور محوري وأساسي في تسهيل التواصل بين لبنان المغترب ولبنان المقيم. نعم. ولكن كمان في تسليفات مصرفية إلى اللبنانيين الذين يعملون في الخارج، والتي قد تكون في حدود 15 أو 16 مليار دولار. نعم. يعني عم تلعب المصارف اللبنانية دور مهم في تفعيل نشاطات اللبنانيين في الخارج. نعم. وفي تأمين التواصل وتعزيز التواصل بين الاقتصاد الاغترابي والاقتصاد المحلي. نعم. فبالتالي وهذا دور مهم جدا، وأثبتت المصارف عن كفاءة عالية في تعزيز هذا التواصل، يساعدها على ذلك التكنولوجيا التي تساعدها على توفير الخدمات بالسرعة وبالفعالية اللازمة. نتابع النشرة بعد الفاصل. أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور أن واشنطن تسعى للتأكد من تقارير أفادت أن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً الشهر الماضي في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقالت باور للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي تناول قضايا ليست مرتبطة بهذا الموضوع. إذا تأكدت واشنطن من تقارير بأن إيران أجرت تجربة على صاروخ باليستي متوسط المدى، فإنها ستطرح الموضوع على المجلس وتسعى لاتخاذ الإجراءات المناسبة. أخبار دولية متفرقة في التقرير الآتي. وقع أكثر من 35,000 بريطاني التماساً على الإنترنت لمنع دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية من دخول بريطانيا بعد دعوته لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. ودافع ترامب عن دعوته إلى فرض حظر على دخول المسلمين قائلاً إنه إجراء مؤقت وقت الحرب. عمت الفيضانات العاصمة الأمريكية واشنطن إثر العاصفة القوية التي تضرب الولاية، وتسببت العاصفة بضرر في الممتلكات وشل حركة السير. مهرجان أضواء وصور، أضاء بازيليك القديس بطرس في روما،
تحت عنوان الإنسانية جمال الطبيعة والتغير المناخي، وقد تابع المهرجان الآلاف من حول العالم. وقف المئات من المعجبين بفيلم ستار وورز لمدة ساعات للحصول على فرصة مشاهدة الأفان بريمير من الفيلم الذي يبدأ عرضه بعد أقل من 10 أيام. وفي كوريا الجنوبية احتفال لمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث يرتدي غطاس ملابس بابا نويل ويقوم بإطعام سمك السردين، وقد عبر الحاضرون عن فرحتهم بهذا الأداء. ختام النشرة توني، وأنا نشكر متابعتكم. إلى اللقاء.